وللحديث عن الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد وتداعياته في ظل الحصيلة المرتفعة من الضحايا، ينضم إلينا من إسطنبول الأستاذ نظير الكندوري، الكاتب والباحث السياسي العراقي. أهلا بك أستاذ نظير. بداية، أكثر من 90 حالة وفاة و120 إصابة في مستشفى ابن الخطيب في بغداد كما تعلم، هل هناك تبرير لدى الحكومة يمكن أن يقنع أسر الضحايا على حد رأيك؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمه، والرحمه والمغفره لشهداء مستشفى ابن الخطيب والشفاء العاجل للمصابين. يعني الحقيقه نحن امام فاجعه كبيره، لكن ما يخفف هذه الصدمه انها ليست الفاجعه الاولى ولربما لن تكون الفاجعه الاخيره. نعم. وهذا ما يعني يتوالى على الشعب العراقي، وكل يوم يصحو على فاجعة جديدة لتبدأ في يوم آخر فاجعة أخرى. وكلنا نذكر فاجعة العبارة في الموصل، نعم، والفواجع التي تحدث في وزارات الدولة من نعم. خلال حرائق وتماس كهربائي وغيرها من الفواجع التي كل يوم يتفاجأ بها شعبنا العراقي. ولكن الغريب في الأمر أن هذا النظام حالياً يعني لا يشعر لا بوغز الضمير، وكذلك لا يستحي من التبريرات التي يصوغها لتبرير مثل هذه المآسي التي تحدث في الشعب العراقي. يعني مثلا في هذه الحادثة يقول بأنه المستشفى كانت غير مهيئة من الناحية الوقائية أو ضد الحرائق، نعم. كذلك إنها يعني مستشفى قديمة وتعاني من نواقص كثيرة، بل أن أكثر من هذا يأتي لنا مقتضى الصدر الذي وزير الصحة يعود إليه يعني إلى تياره، يقول أن هذا الحريق هو جاء بسبب التنافس الانتخابي الذي يحدث من أجل الانتخابات القادمة، وهو بالتالي يعطي صورة للعراقيين بأن التنافس الحزبي بينه وبين الأطراف المنافسة له يستخدمون فيها دماء العراقيين كمادة انتخابية يتنافسون يعني من خلالها، يتنافسون من خلال دماء العراقيين. وهذا نفس الذي حدث قبل أيام في مدينة الأحرار ومدينة الصدر سابقا، حينما تم هناك تفجير وأيضا علق السبب لأجل يعني أسباب انتخابية. نحن نعتقد أن هذا النظام بزيادة على الفشل الذي هو فيه هو يتعامل باستهتار مع الدماء العراقية، نعم، ويحاول أن سيد يسفك نظير. في هذه الدماء. نعم. سيد نظير، مدير الدفاع المدني قال إن مستشفى ابن الخطيب الذي وقع به الحريق ليس به منظومة لإطفاء الحرائق، ألا ترى أن العراق يدفع ثمنا باهظا في ظل سوء الإدارة وهيمنة القوى السياسية على مؤسسات الدولة بما فيها القطاع الصحي؟ طبعا بالتأكيد، يعني هذا دليل على أن هذا النظام السياسي غير قادر على تقديم الخدمات إلى المواطنين، بدليل أن هناك مستشفى وفيها مرضى ومع ذلك هي ليس فيها منظومة لمكافحة الحرائق أو مكافحة أي نوع من أنواع التهديد الذي يحدث على المرضى في هذه المستشفى، بل ان الان يتداول يعني ناشطي مواقع التواصل، وانا الان اقرا في هذا الشيء في تويتر وفي الفيسبوك، بان من كان يعني او اخذ مقاوله اعاده ترميم هذه المستشفى يعني قبل الحريق هي كانت شركات تابعه الى العتبه الحسينيه، يعني العتبه الحسينيه هي مساهمه في هذا الفساد وفي سوء الصيانه لهذه المستشفى، ولم يعني تزودها بمنظومات مكافحة الحريق. وكأنما يعني هذه المؤسسة الدينية الراعية لهذا النظام هي على رأس وقمة هذا الفساد الذي يحدث في مستشفياتنا ومؤسساتنا بكل أنواعها. يعني الحقيقة أن هذا ليس مبرر، أنت لماذا تدخل مرضى في مستشفى وهي تفتقر إلى الوسائل الأمان اللازمة؟ يا أخي الكريم، يعني نحن كلنا نرى ماذا يحدث في العالم، يعني موضوع قنان الأكسجين أصبحت من الماضي، وأن الآن المستشفيات الحديثة توصل الأكسجين إلى سرير المريض عبر أنابيب، وهناك منظومات بحيث إذا حدث أي حادث
يتم غلق تزويد الأكسجين في هذه الأنابيب، ونحن ما زلنا نتعامل في قناني وبطريقة يعني عشوائية وبطريقة متخلفة لحد الآن. إلى من نحمل هذا الأسباب؟ إلى من نحمل؟ هل العراق يفتقر إلى الموارد الكافية لتأهيل مستشفياته؟ لا يفتقر لهذه الموارد، ولكننا في تضخم في موضوع الفساد. نحن لا نتعامل مع في يعني حيتان فساد، إنما نتعامل مع ما يقوله رواد التواصل، مع ديناصورات من الفساد. نعم أستاذ نظير، لماذا باعتقادك تتكرر مثل هذه الحوادث في العراق؟ هل هو تقصير فعلا أم تراكم الفساد في إدارات الدولة، أم أن الأمر يحتمل ما هو أبعد من ذلك؟ أخي الكريم، يعني أنا أرى أي حادث حتى إن كان ليس له علاقة بالسياسة، نعم، هو في النهاية يكون المسبب الأساسي المنظومة السياسية الحاكمة في بلد. يعني إذا أنت رأيت هذه المستشفيات بهذا الحال من السوء، أو رأيت مزارع البلد وهي تعاني، أو الزراعة تعاني من مآسي في يعني إنتاج الزراعي، أو أي يعني الإنتاج الصناعي، الحالة الاجتماعية، حالات الانتحار التي تحدث في العراق وزيادتها، كل هذه المآسي وإن كانت ليست لها علاقة صميمية بالسياسة، لكن بالمحصلة تثبت الدراسات بأن النظام السياسي الحاكم في البلد هو المسؤول عن كل هذه الجرائم، وهو مسؤول عن كل الحوادث التي تحدث في البلاد. فإذا شئنا إصلاح ما موجود في المستشفيات، وإذا شئنا إصلاح المنظومة الصناعية أو الزراعية، أو رفع الحالة الاجتماعية والتخفيف من حالات الانتحار التي تحدث، يجب تغيير هذا النظام. هذا النظام هو المسؤول عن كل هذا الفساد، وعملية إصلاحها ثبت بالفعل أنها محاولة فاشلة. هذا النظام لا يتم التعامل معه إلا من خلال الاجتثاث وتغييره واستبداله بنظام آخر يمثل الشعب العراقي. الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.